لافسير برشا كلام تقال عليه وامتياز جديد جاي للتوينسا في قانون ماليه 2024، ولكن راهو العباد ما فهموش مليح شنو هو المنظومه هذه الجديده وكيفاش كل مواطن تونسي بالخارج باش يتمتع بكل 10 سنين بالامتياز هذايا. فسره لنا معاذ حديدي. الامتياز هذا الاعفاء الكلي او الجزئي نتاع كي مواطن مقيم بالخارج فما دي كونديسيون يقول يكون عنده عدى عامين على الاقل البرة وباش يروح ديفينيتيفمون لتونس. هذا القانون القديم نحكي تو، يروح ديفينيتيفمون عنده الحق انه يجيب دراجه ناريه او سياره سياحيه او سياره للاستعمال المهني يوتيليتير او في القانون الاصلي كان ينجم يجيب 4x4. هذا القانون الاصلي نتاع اللي ينظم يعني الاف سي ار ولا ريس الاعفاء الكلي هو الريجيم سسبونسيف، والاعفاء الجزئي اللي هو الاف سي ار هو منظم بقانون بالامر عدد 197 لسنه 95. تنقح القانون هذايا الامر هذايا مرتين في 2007 نحينا الكاتفوكات ولينا، وتنقح في 2012 كانت الكهرباء كي تجي كانت قبل تبدا عمرها ثلاث سنين، رديناها في 2012 ما يسالش كي تجي الكهرباء عمرها 5 سنوات. هذا القانون موجود واللي يحكي عليه يعني الفصل 24 من قانون الماليه هو جديد جديد هو يحكي على الاف سي ار، قانون اف سي ار مش كما سمعت قالوا انفستيسمون ولا حاجه، لا يحكي على الاف سي ار وعلى النظام الكلي او العفاء الكلي او الجزئي. ولا عندنا حاجه، المشكله انه القانون نورمال الفصل 24 كان يجي يعمل تغيير على القانون الاصلي، يقول الارتيكل اي موديفيي كوم سوي. توا شو ولا عندنا؟ عندنا زوز فصول اون باراليل اون باراليل. وش يجي يقول لك؟ سامحني، هو الفصل الجديد ما يفسخش اللي قبل؟ ما يفسخش الامر عدد 95. خاطر عدد 95 يفسر من بعد معناها الاعفاء الكلي والاعفاء الجزئي. الكلي ما يلزمكش تبيعها الكهرباء، ما عادش تنجم تبيعها، ولف سير لاريس هذيك ما تبيعهاش الكهرباء، ولف سيارة تنجم تبيعها وتخلص 25% فقط من الاداء اللي كان تخلصه في الريجيم جينيرال في النظام العام. جاء القانون هذا قال يمكن لاي تونسي ان يتمتع معناها بالاعفاء الكلي او الجزئي من المعاليم وكل شيء كي يجيب يعني دراجه ناريه او سياره سياحيه او سياره ايتيليتير او 4x4 رجعوها ال 4x4. وحاجه اخرى اللي زادوها اللي كل مره في 10 سنين